بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهى كتب حنكسو جرني كتاب كي الأربعون النووية شارح إيشي محمد صالح العثيمين، وحنسو قارني حديث كسدحي اللواتنات. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي قاس الحارث بن عاصم وحلق وري إنه يري رسولك صلى الله عليه وسلم وحيري: الطهور شطر الإيمان، ويسقى هذا الشذي وإيمانك بركيس. الطهور نه العلماء قارة ورية هدي طال القدو وفعل كيلة سمينة ويسدي لفتي هدي ليرادو الطهور نه وبيه لو سيسناي مركا هدي لفتحي وحين قنسين لو سو قدره مصدر كلو ليرا استعمال الطهوري بيه معناها استعمال كودي سلو طهرقات مركا الطهور طهرقات شدي وشطر الإيمان إيمان كبركي سوا والحمد لله تملأ الميزان إن لو دواقو ذكر قاس الله أو مهذا أن الله إسكاله لو دواقو ميزان كي حسنات كبوحيسا وقفك حسنات بذنبا لو قرى ميزان كبوحية وسبحان الله والحمد لله مركز ذكر قاس لو دواقنا وألا عيب كهوفا ونقصان دن كهوفا مهذا دمنا إساقي أسوغان تهي مركز لا إسكود دارو تملآن ويبوحيان لبدود أو تملو مو بوحيسا ما بين السماء والأرض عيرك يقولك أنت ودا حيس حسناتك يو أجرك يثوابك وهلاي يا وحي بوحيان عيرك يقولك أنت ودا حيس وفضل الله ذكر أمرك إن لفظ استمع والصلاة نور صلاة ونور صلاة وقفك دكان هاي ونور علماء وحيليهين قفك وحي كعيرسا معاصده يا منكراتك وحلا وحي صحضها يوحي وناقها هنا وهو سبب نغطها سيدا النور كبا لوغو افتين صدق وحلو واركو والصدقة برهان صدقة الربح هيا هنا وبرهان وعيد سنة ساقفك إنو إيمان ليهي هو اللي رميسين يهي وأجرك اللي أكسوك يعيد سنة ساقفك المدقار كود نوحي رادين وأوح قفك وعرره سيدا مارتي حجوين كله وعرره كلامرك الوابا هذا ومانك قيامها مرك قفك لويديه حوالا هذه محاتكو بحيسي صدقويك ولبي حجيري يا حجوين النقضة أو سؤاشات جواب النقضة مرك وصدقا لبا حيبو ليه قفك لآخر والسويدين يا حوالا حقيتك كنت هلو ليه محات ساكو بحيس والصبر ضياء صبر كنا وافتين سونا مركز يخو عدو دونا وافتين معناها كليل ولا سعده مركز صبرك شرعيهان لجعلي هاي وطاع عادي اللي اولو صبرو معصيدنا لغا صبرو مصيبوين كي يقدر كان لو دلقاتو يدباتوين قوفك سوى قارا يدونك مركز صبرك ووحاد واناكسن قوفك صابرك اهانا كزولي مايو انو يهميد مارت افتين كسوغان وهنونسن وصح نمدك التاغا والقرآن حجة لك أو عليك قرآن كنا أما حجك ويهي هذه هذا آخر صوتك عمل فش أما حجك ويهي وأمرك عمل فلويس كل الناس يغدو ذاتك ودن واكل لها فبايع نفسه وعادتك كميدة من نفتي سيئبية ولك إيبية وطاعة ألا كد دالة فمعتقها أمرك كحر يا عذابك علي
أو موبقها أما نفتسي وحكيبيا الشيطان يهو هو ذي شيطان كبراعة مركز هلاقة أو موبقها معناها نفتسي مثل هلاقة النقضة. رواه مسلم حديث كان مسلم باوري. شبن ثمين من كوحيري الطهور شطر الإيمان وحلقه وضع وإيمان كبركيس محايا لإيمان كوصيدة أي علماء ذي الأهدان واللبو وتخلية هي تحليه تخلية ذو مركوا بنين مالوح لغا مريو واي ولغا بيحيو معنا وإس نظيفين ينوح لخالي يارو ومركا حمانتي دنبيقي وساقدي لا إس كان نظيفي وتحلية هي لبس شوي إسقرحين وماشي وحلق بوحيو مركوا أما بنين أما بوحين تخلية ذو مركوا طهور كاس وإستاهرين تاس وشركي إيا حمانتي معاصي فسقي فجوركي إلا إسكا طاهريو تحلية ذنوا محاي وإن طاعاتك للي ماذا وقفك كو مشغولو سدو ألا أطيع لها مركز سيدة طهورك وكل نقضي إيمانك بركيس وحي تاين إيمانك وككوبمو وحلا سمايو يوحلا قتاقو وحلا قتاقا يا مركا وتطهر وإس نظيفين السافيالد وحلا سمينا يا هنا وإيجاد وحلا سمينا يا هنا وإيجاد يا أهيسين سيضو حكيان طيوك الوان فعلكم ماشي المركب الرسولك صلى الله عليه وسلم الطهور وشطر الإيمان وحلقوا فالسري إن معناها اللقاء فقاده ولقاء دير هذا وتخليه دي لشيقة الموقت وتخلي مرك اللقاء دير هذا شركي يا لقاء وضعه لقاء فالسر محايا للشركي يو ذا جنت عبادة على دول الكلاء وحلقه لو ذا جنا يو دول الكلاء وحلقه سينا يو والنجاس سيدو قالوا يري إنما المشركون نجس لما كا قارة ذاهي مشركين تا إيه عبادة على وحكلاء لو ذا جيا دول الكلاء لا عبود على نجس ونجاس لما كاس معناها حق عقيدة دي عمل كبه ونما خبثاء وحنوى مرك نجاسة بدن كلاك موضو هو نجاسة معنا أهانة ما دام الشركة إليه ما دين سيدا مرك توحيد كإيمانك أي طهارة ويهين ينظافه يا شركة هو نجاسة ويه وعكس يسويه واسك سور جيدا مرك شخصية دو حولي يا هاي مرك أيضا فسير هاي نجاسة كحال داري وام محي ومارت كوين قف ألالا جيركيس عبودة يا معبودات أو إحنا وترينين وإحنا كديبينين وحنا كديقين وحنا كدفاعي كرين من كانوا مشركين تاهو حي سمين عيان وأمون الله ولا رد عالمه يجدك الله دتك اللي قال لي حيو اللي قال عليو يباطل كيو اللي وقر قارو يحقي ولا ديدو اللي قهر يمادو يندو الكفساد لا رد حمي رئيستو وأموناك لقى شقين مركا الله وحو مسلمين تفرعيا إنا ناي أسوى دوانين مسجد الحرام لأي دوحا قيبتا وحاكا دنبايسا مسلمين مؤمنين تلالها الله موقتها يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام مسجد الحرام كي يعني أسوى دواني مركة بيودي أودان بيتك وشرفت بدنا وكعبادي أها وقو الطاهر سنة يعني مشركين كسوى دواني ويمعنوه مركة سنة كي سقالاتك يا لنادي وحليلي يا نسوح جن قف مشركة بيت كان يعني طواف قف قاون ودقن كي مركز جاهلية ذا ماشي لقى ساراي مشركين نوح الليري مسوح حجين كرتان سنة كان كدب سنة السقارات معركت كدب ومركز للدراي أبو بكر إيوه علي بن أبي طالب لسلة الدراوة وإن هذين وحجك معناه كهري حجك ورسولك صلى الله عليه وحجيه لرسولك صلى الله عليه وحجيه موقت السنة كتمناد وحجيه كي سقارات وهي مركز مركز ساس لقود واقع وحسوح حجين الليري سببت الله يقوم معها قف مشرق ومارتي نجاسة الشركة قوتا إنه بيتك ألا مارتي طواف أما أوي ماذا مشاعرته أوي ماذا شيخ مركا ابن عثيم حلية سيها درتيت يا طهارة قاعدة شدو أي تاهي إيمانك بركيس وحاك لو لقوفة سيري طهورك إن لو طهارة قاعدة الصلاة دي إن صلاة لو طهارة قاعدة تاهي وإيمانك بركيس سببت الصلاة هو إيمان مانا دم يسير ما يسو صلاة دي هدي آن لطهارة قادنين أو آن لويس قادنين.
لكن مع انها كوات يا وانا اقسم بقول لي شيخو وما تي اي واحد بسوق لها يعني ماشي. انو رسول كير صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان حلقوا هذا الكوقفكو ليه يا هي الحمد لله الكوكو الله هو الله كحصو ميزان كي بكوب وحسما يعني حسنات بقول بحسما ميزانك وميزانك موقت اعماش اللي ميزان معي سيدا لو يري ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وحن دقنابا الولي يهي ميزان ذي عادل كأها سيدتك الله حسابي مالك قيامها ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا نفن وحبال لغم الدلميو وإن كان مثقال حبة يعني عمل كاسي هباء هذا يعني لورع وزني وخير أما الشرعة أفك حسابتي سي يجيلا يا محاس مركة حبت خردل بها هاتا خردل كمركة هو يعني مرآد ويريرو سيسنتا وحير كسيرير كسا أذك واسكسي سبعة كل سومالي دي أنه ما قرنا خردل هنا يقانان ما قرنا لكن هو حميلان ولا غيرا ودمانا عن جوغن عرف مركة وحساس ويربا ها هذا عمل كيسو ها هذا أتينا بها ولا نماذا أنا آخره ولو كينا يا وحاس وكفى بنا حاسبين أنك أنا كفلا وحسابية الدومة دي وحي سمينا ينا وقال لك كوبي وان لغا وان مرندو أنا وحي سمينا ين وسبحان الله والحمد لله مارك الله يسكد رمالته إلا بداس كلمة دود وقال له عيب لغه في أي نقصان ما هذا ضرنا على الأسوق آيو تملأني ويبوحيان أو تملأ ويبوحيسا أو داس مركا شي غوحون ليهي راوي حديث كورنا هي يا حوغا شكي كجرا وحلي ما تملاني ما بين السماء والارض باليد وي بوخيان لبدود سمادي عركه يرولك انت ودخايس ميس تملو ما بين السماء والارض باليد معنو لكن اسبدل ما كان ايولي معنيه اسم بدل ايولي لكن سددالك ادالا ان ما حديث كوريا يا وحي مارتي كوبخينيسا اني كوددالان erayadi sidii ahaayeen inay u soo wariyaan amaanadii ku dadaalaya marka subhanallahi walhamdulillahi labadaas kalmadood wa nafyi isbaat subhanallahi wa habaa lagu anfinaaya oo alla waxa laga hufaaya waxa la waxan munaasab ku ahayn alhamdulillahi na isbaat ba ku jira marka waxa la hufaaya maxayt oo alla laga hufaayo waa saddex shay tan koowaad waa maxay waa tilmaamaha nuqsaanta alla tilmaan nuqsaameed suurtagal maaha inuu ku tilmaanaado tan labaadna waa maxay in la yiraa kamaalkii iyo dhammaystirnaantii alle yaa naqsi soo galaa iyaduna wax suurtagala maaha wax nuqsaani sooma geli karaan dhammaystirnaanti alle tan saddexaadna waa maxay oo alle laga hufaayo inuu makhluuqaadkiisii shabaho ayaguna ma shabahaan asaguna ma shabaho ayaga tan koowaad oo tilmaamihii nuqsaanta in alle laga hufaayo ah waxaa dalil u ah qolka alla uu yiri watawakal cala alxayi aladii laa yamuut waxaad tala saarataa allihii noolaa ee nolo dhammaystiran ku tilmaanaa ee aan dhimanaynin marka waxaa laga anfiyey alla mowdki iyo geeridii maxaa yeele mowdku waa nuqsaan geeridu waa nuqsaan waxaa kaloo u daliila taas koowaad oo in alle laga hufaayo ah tilmaamihii nuqsaanta qolka alla uu yiri لا تأخذه سنة ولا نوم ألا ما قبته للماء يهرد مدنة مركة ألا وحس كان فيي للماء يهرد دي محايا اللبض هو نقصان ومخلوقات كان ضعيف كاه اتاك تدرن يأوباهن سنة شاد كودي في الفرعوني دي يوسي عشتان ودالك وقتهو دليل كمركة وحلواد اللقو فاي اوه إن لقشة ونقصان كمال كيس ولا نقصان بكمال كيس قشي وحاس ولاه فعل حاس دلوه وحد دلوه بوليه الا قول كسوي ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب وان ابورني بوليه الا ايركي يدولكي يوحي ودخيهي لحمال مود بانكو ابورني وحدالنا نما تاونين مخلوقات كان واوين ابورتان كلا ابورايو وحيدتكم مودي كران أما ملايين كران إن ما ركتي دال
وكي يمادو كدب إنو دال كدب يمادو يعني أكيد دتكو إني مودان دال كنا وا نقصان مركاس قال إسكان فيه ويحير وما مسنا من لغوب واحد دال أهنا نما تعبانين بعلوير أرين قصد حالة ألا لقى هو فايو واه إن مارت مخلوقات ويشبهه محاد للوه وحاد للوه على قول كيزويري ليس كمثله شيء هو السميع البصير اللوح شبهها يمجران هو سيدي سو كلا هو تلمامي سو كلا وهو قال لنا السميع ومتكي مقل لما يسترن كو تلماما البصير وارك لما يسترن كو تلماما مرك كمال كي او كمال مخلوق اهانا ها هذا ما شبيه كره تلمان تلمامي قال لك كميدا وتلمام غير مخلوقات كل اللي هو كمال جرموك هذا سمعي بصر كاسو قال وصفة كمال حتى في البشر لكن سي معناه مقل كودو دو مقل كالله كرمه هو حول بما ما ما كوبو بصر كودو بصر كالله كرمه هدي مالك غفو يراهدو مخلوقات كي او لو اكاداهي ونقصان لو مباهنا مارك إلا شابو سيدا مارك مخلوقات كي او لو اكادو اما لا شبهو اي نقصان كتان ومحي وإن قف كي لما يسترنا هدي لغو مثالو مد ناقصة قف كي لما يسترنا وحد كدكت مد ناقصة هد كدكت سيدا شاعر كويري ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا وهذا أركي نبو ليا هاي إن سيفت معناها قيمة هيدو وهو صدعايو هدي ليرادو سيفت وكاف بضنت هاي أشا محاولي سيف مارتي ليسو بربر ديقايا مارك سيفت بعد مركا واحكي شكت سوى ما يدو مارتي سيفتنا اي كاف بضنت هاي حقيقة هانو لو ذوقي هاي أشا لكن داتي راد أمنا أمضى من العصا يعني سيفت وكاف بضنت هاي أشا يعني يدوى محي وإن سيفتها سيسيف حن أيتا سيفتها وحا لبربر ديجي أو مارتي للاسمي أشي هدي مركزاس لي راهدو وحنكو جوابينا وحنكو جوابينا وليه أنه وحن تنصيصينينا إن شبهادي يمماثلدي لأنفيو وانا أريمان سوصو على درتي أرينك كوادوى محي محي يالي قرآن كيف يكتها الله تعسي سيدا اللو يري ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير تلنواد نوع محي إن شبهات اللو شبهو كيدا ما يسرنا وحي ناقص كاللو شبهو وكدقا يا كيدا ما يسرنا ناقص بو كدقا يا مركو إن لقام فيه شيخ مركو حول ليه يا هاي أدوك قول كذا أدلاء ذا هاي مماثلة دي وإن لقام فيه ويكهبون تهي إن ليراهدو مشابهة دي إن لقام فيه مركب مماثلة إن الاستعمال كفي عن مشابهة إن الاستعماله صوبته أم مماثلة دي يا قرآن كوكو سوارور ليس كمثله شيء ليس شبهه شيء لما ديه الموقت ليس كمثله شيء بالير ميشان رسولك صلى الله عليه وسلم ويرو الحمد لله ما هادين تاسي وحيكود عذابه اللي هي تلمامه دم السرنانت مركب حمد قوان محي كي لما هادين هاي أولو تلمامه دم السرنان يدو الجعل يهي لنوينين ايو مركا جملة داني وسبحان الله والحمد لله وحاكو جرا ان نقصانتي لانفيو النوعية دي سدح دا هيدو نمبر لانفيو لنا سوغا ايو رميسرنانتي اللي ونقصانتي لانفين ايو وسبحان الله اذا سكينيس رميسرنانتي يكمال كيو لسوغا ايانا وحاكينا ايو الحمد لله داس ماشا نوي الرسول صلى الله عليه وسلم تملاني او تملو ما بين السماء والارض وحا عيرك يا لولك ودحي ياهي ومسافو ألمه يوحك لأوك آني جرن ما حسابين كرنانو حديث كظاهر كيسون وامحي إن أجر كاسو يحسنات كاسو إبوحين آيان وحا عيرك يا لولك ودحي مركوا عيرك يا لولك لم بألغ الله ياهي متك أديك كاكو رأي يا لولك كاهوسي لغا هدلي ماي عيرك أديك كاكو رأي يا لولك كاهوسي لغا هدلي ماي ولكن ماشي ان تكون لك 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 ان
لما هو هذا النور ونور يفتين قلبك قرا ونور وجهك سو موقدا ونور قبرك قفك لا قرا ونور قفك لا سو بحمر كلا سو كل من اي اخره ما هي الحديثك وديسني هو مطلق مقيد معها وكل شيء اتجابي واد اهلي سارين كاس نور كاس والدريمي ساي هذه الثلاث نبد كتبوا لي شيخ وقلبي قال او جوغو وحبنا هذا اي خشوع سيهين وحد دريمي سا قلبي قادو انو افتيمي وادنا كم معان سني سا سلات داس معان سي آد وحوق بدن سادرت هذا رسولك صلى الله عليه وسلم وحويري وجعلت قرة عيني في الصلاة قبوسيقا الشيدانا وحالي يالي سلات دا دحديدا ماشي انو رسولك صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان يعني صدقة دي وحالك وضع حولي ولا سيقف كي باهنا أضو اللو دوانا يا بحين تاس أد بحين يسع خلاص اللي هدي يستوسس كاتهاي وهو كوع عذاب مضان يسع يهلقا الشيء غيو وأن يديق سي هلو يرأي هذا تحولها أو بحسو وتكون نار مضان يسع لكن صدقة واحترى يسع وامح يا آخره كوان فع يسع يا برهان كنقان يسع وإن قف كي باهنا لسيو ويحو باهنا يضو اللو دوانا يا مرك برهان وامح هو الدليل كتسين آية قف كي صدق لبحي إنو إيمان كيسي كدبي أو رنشي غاي سيدي مرك عرطاس كو إيمان إيسا وإن وحاس حجيهن مرك الوقرت وإن حالو أي وحنفتو إجعش مالك بنادن كو آد بو جعليه وحو جعلان قفكو مبحيو إلا إنو دون آي موي وحو كسي جعليه تاس مرك عرطسين إيسا قفك صدق لبحي إنو إيمان ليه سادرتيت يا رسولك صلى الله عليه وسلم صدقت وحكومة عابي برهان وحج والصبر ضياء ماشي يقول لي رسولك صلى الله عليه وسلم صبري أرتم حالك وضع ونفتأ اللقاء عليه ويحي أي واجب كأهيد إني كجوكت لغونا هيو ويحي أي أهيد إني كصبرت وطاعات كأه معاسدين ولقاء علنا يا طاعات كنا ولقاء علنا يا ولقاء هينا يا وإن لو دلقات طاعاتك مركا العلم قوح يراد صبر كوا سدح نوع كان كوا دواما حي إن معصيدي لغا صبرو وأن نفتاد كحبستو إن حارانتي كود عضو حتى إيضو سببتي كين ليدن حرام لغود عيباشي جوكت لكن وإن تكسبرتا وأن نفتاد لجهاد محاتو سالوها مركا تاس نبا نفتي يسوحي وقوشي كيسي إنو زينة كود عو الله نقبت بادي مركاسو نفتي سي كعليي زينة دي وحان لأن يقف كاسي معصيدي ألا لعاسينا يوكا الصبري ونفتيزي كحبسي سيدي نبي الله يوسف كدع ذي وكالي مالكي هوي نايدي ننكي مصر أتلنا أي دمع ذي سي ولي بأي أو يرتو سعاد أي أتري كالي أي كتري وكحوك بدان تأساق بقور كي باقبا قولي يدا اسكاله الباب ذي سوحيرتي وعين كتري كاري وكاسوحي إنه ربي وعنقى مالت ننكي سيد كيقاها أحسن مثوايا ديقان كيقي وهقاجي مركا إن الخياناه مناسب معها إنه لا يفلح الظالمون ووحد المياه مليبانان يعني وحو كوذاب اللي شيخو هدي أن أهل كيسة كو خيانو وأنو الدبمرو أنو الدالم بانو قنايا ويكدين ويس مركا أد بي مارتي أود دا شيء مركز عيسى لفتي سي مركز أهم يبو لي شيخو سيد الله وشيغ ولقد همت به يد ويد مع دو أهم سي وهم بها سيغونا وأهمي لولا أرى برهان ربه هدي آن أركي لهين حجدي ألا وقلبه سحو جسي مع أنها يعني ويحو كل علاها لكن ألا كبت بادي مركز وصبر نبي الله يوسف من آن سمينين وحي دل بيسو كر هذه سي يضو وحي كيني لها حمان تاس يحوق بدنايين وحماني عوكي علناين مركا ماشي اي سنجرين وامتحان حوق لمركا مركا تاس هو صبر لغا صبري مع سيدي الله مركا نبي الله يوسف وحوية راتي دنبي وقال ماله دنبي نلقوم الشيقين وكتوبات كيانا لكن ان همي مارا تكلي اهي هو ألا درتي وقتك يعني أجر بابا لغيها لايا مركاس ده ألا درتي وحوة تكتو يعني دنبي اللو غوري معي
يا سيدي رسولك صلى الله عليه وسلم وكشيغي تدبادي ألا وكو هوسينا يي هوسكيسي مالن هوس آنو جيرن إلا هوس كألموغي وحاكمدها مركة أو الشيخ رسولك صلى الله عليه وسلم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال وحاكمدها تدباداس هركة ألا مارتها هرسان دوانا نين أي هواني ويرتي نفتي هذا وين إذا سنقف عادي معها ومد منصب له درجة له قلوحنا وصاحبة فقال إيري مركة إني أخاف الله ربي يسوى حسوس تمرك الله انك عبسنا يا بوير مركة أدون كان كمكة سوما أيوه آخر حسوس تعم قال له لما عاملونا يا مركة عبسي وك عبسنا أيوه مركة وحان سيقا داف مركة وصبر عن معصية الله بلا يركاس مركة وكي كوات صبر كنوع عيسى اللي بعد وام حي وصبر على طاعة الله إن لا صبر طاعة الله ولا دلقات وقف نفسي سوق حبيس طاعة الله سوقف إنه دكذا ضاني أو كله مركز نفسي سحوجا وسي وإحنا عاص وكلا ويرت أما وسي واقش أما ما أرد نفسي وحويري سأسك سحه أورد هذا سيود أما وحيل هذا عنتذا عنا عنتذا كم مشغول وصل مركز أوبا هني أما وحيل هذا حاجة شاكة سيوت شاكة في عنا كوس عطيه لكن سنفتي سو لدق على مايا وحونا كوقس بايا إن السلاة دي واستأكدو قف كاسي مركو وحوكو صبري طاعة دي قالو كو صبري ونفتي سيكو حبس نوع سد حاد صبر كاي علماء دي شاكان وصبر على أقدار الله قدر كي ألي أو لا صبر واي دي قدر وكوي مادو وارين حنون بدن يكوتي ماضو إن لا دول قاتو محايا لي قدركو مرنا وحو نقضا هدونك لو قدر ايو وح طبيعي سمركا مناسب اوه نفتي سو ايجعشا مركا قار كدنو حالقو قدر اوه وح مركا كسو هرجي دا طبيعة دا دي وحي ادجع لي وحي مركا كدي باي وحيو باهيهين إن دول قاتو وان نفتا دا كحبستو إن مارتي قلبي كعروتو أما هذا الأهان عرا أد موجسو أما عرفي على أد موجسو هدي مصيبة يكون عرو مركو أنا نفتا ذيك حبستو عرداس يتساقط قارس هدي قفك مركو مصيبة يكسو دكتو قلبي يسبو كحبسا يا عردي قلبي كود عيس وأنا إنو يرى هذا ما أنا ربي يبان كرع لي تاس اللغة بهاي عرض مركا هذا الكاه نوا محي وإنه ما رأيتي هوغي إيراهد إيه ما رأيتي بلا يقول دعذي كذا يحاسو لقاي الغيلش لما روا مركا تاس وإنه جوجيا إيرا ما رأيتي هلاك سمي نفتي بابا دي بلا يقول دعذي كذا كذا وحاسو دل دلما وهلاك بابا ويرت مركا ثبورك وقفكو يرنا يوا محي يعني إنا هلاك سمو وندنتو يا إيجو أنا أحسن واحد أنكو جرو مصيبة دا سأقول ليه موك صبر كيا كم غن إبر مركو ليه معناه هلا إيجو إيمو موك تسأسوا معنيه يعني قف كي شدة كود عاي يا وحبو أركا إنه دينتو إنه يوقف فضد ذهبا وده ما شد يكف فضد ذهاي إنه شدة كود باقي النقض مركو سولي واسبورة وليه عازلي جن عرب هلا إيجو إيكاري هذا جرو كاري له معناته سأل جاهري إيش مين جرا مركو يعني عرق حقي هذا الكئة ولا موجين عليه أو أن لو دول قادنا ينين قدر كألا أو أنا حنون كلها عرض مرك حقه في الكامن وامح إلا ربعينه كسبره ونفتي سوك عريو وإن أنا يعني كلاتي جيسي جيح جيحين جيوب وحالة إلى هذا شق الجيوب موقت حديث وشاموت ليس منا من شق الجيوب يعني ماشي قفكه مارتي قورتيس اي كغش قميصك ماشي اسا جيب لي راهنا جيب كحلوري تمه ماشي اسو جيجي حايا سدو كلو انو سن دبنكيسي يو دفوركيسي يو انو غراعين انو سدر باحين دبنده اي غراع جيرين سي موجيان ان مصيبه اي كدعد يو حيوانو عاسو كلو وين لسكيل عليا او فعلهان موجينا اي قفكي انانو وصبرينين قدرك الله ايه مؤلم كاها يا حنو جناي كامل كو حنكو مقعابي انا صبر لو صبر ايو قدرتي اللي يدو غفكو مارتي لبسان ايو ان حادث كاسو دعو درجة كسر ريسا جرتبو ليه شيخو صبرك
oo ah inuu qofku ku raali noqdaba qadarki, taasaana ka sii wanaagsan oo ka sarreysa in qadarkii loo sabro oo loo dulqaato. Farqiga u dhexeeya labadoodan waa maxay? Qofkii sabraayay qalbigiisu inuu xanuunsaday ayaa dhici karta oo u tiraanyoodo oo u maaratay jabo, laakiin naftiisu wuxuu ka ilaaliyey wixii xaaraan ahaa oo ama lagu hadlaayey oo halaagay loo yeeranayay ama ficil ahaan ahaa oo laysdharbaaxayay oo maaragtay kuleetiga la jeexjeexay iyo wax lamid ah, yuu iska ilaalinaya. Laakiin qofkii raalliga ahaa taa waa ka sarreeya, qalbigiisu marka wuxuu la socdaa wixii alle uu qadaray, uu raacsan yahay, markaas wuxuu raalli ku noqonayaa wixii alle uu isaga u dooray. Mushkilo badan marka kuma hayso, qadihii iyo qadarkii buu la socdaa, ama sidaad jecleed ha kuu ahaado, ama sidii ku dhibaysa ha kuu ahaadeen. Sidaa darteed ahlucilmigu waxay yidhaahdeen raadi ahaanshada qadarka alle laga raalli noqdo iyo wixii kugu dhacay yaa ka sarreysa sabarka. Waxayna yidhaahdeen sabarku waa waajib, laakiinse riduhu iyo raadi ahaanshadu waa sunno. Sheekhu wuxuu leeyahay noocyada sabarka ee saddexda ah kee ugu fadli badan? Jawaabtu waxay taa buu leeyahay, haddii laga fiiriyo wixii inay sabar yihiin, waxaa fadli badan in taacadii lagu sabro, sababtoo ah taacadii waxaa ku jira naftii oo la xabiso, badankii oo la daaliyo, iyo jirkii oo la daaliyo. Kadib darajadii labaad waxaa imaanaya in macsidii laga sabro, sababtoo waxaa taa ku jira naftii oo laga celiyo macsidii. Tan saddexaadna waa maxay? Oo darajadii saddexaad ah in qadarkii alle ee ku dhibaayay loo sabro, maxaa yeelay qadarku maarata adugu waxba kama qaban kartidba, ama dadka sharafta lahasay u sabraayeen aad u sabraysaa, ama sida maaragtay xayawaanku ay u sabraan baa u sabraysaa, ille musiibadu isaga dhacaysaa moogta waxma gartaan iyagu. Waa sabarka marka dhinac laga fiiriyo, laakiin marka qofka sabraaya laga fiiriyo, marka qaarkood waxaa dhici kartaa in macsida ka sabarkeedu uu ka shido badan yahay daacadii oo loo dulqaato oo loo sabro. Qof baa waxaa loo soo diyaariyey khamro la cabo, markaasaa loogu yeeray, wuuna jecel yahay inuu iska dhaafo cabitaankaasna wuu ku dhibtoonayaa, way uga darantaa marka inuu laba ragcadood dukado. Marka inuu khamradii ka joogo yaa u ajar badnaanaysa oo darajadaasaa sarreynaysa. Sidoo kale hadduu nin dhalinyaraa uu yahay oo haweenay ay nafteeda ugu yeerto quruxsan, meelna keligood ay joogaan oo aysan dad ka cabsanaynin, wixii waxaa sahliyo lahaayo dhanna ay meeshii joogaan, yacni maanana ma jiro shuruudina waa mutawafir, oo marka uu ka diido marka xumaanti, taa marka waxaa ku jira adeeg fara badan oo ka dhib badan qofku inuu labaatan ragcadood dukado, yacni udulqaadashada uu u dulqaadan lahaa labaatanka ragcadood, waxaa ka dhib badan inuu ka sabro xumaantaa loogu yeeray. Waa imtixaan weyn. Marka markaasoo kale sawaabkii laga helaayey in macsidii laga sabro yaa ka weyn sawaabkii laga helaayey taacadii. Waa maxay waahda jihaadka uu qofku naftiisa la gelaayo? Qofku wuxuu ajirka ku helaa hadba waxa dhibahe maaragtay uu la kulmaayo. Meeshan uu yiri Rasuulka sal slam, wasabru diyaaun, sabarku waa iftiin, ma uusan dhihin nuur ma aanu dhihin. Oo salaadii wuxuu yiri waa nuur, maxay marka kala duwan yihin? Wuxuu leeyahay diyaagu iftiinkaas lagu sheegay sabarku, yacni xaraara la jirta, kuleyl baa la jira, sida alla qoraxda uu ka yiri wajacala shamsa diyaa, alla wuxuu qoraxdii ka yeelay mid ifaysa. Sabarku marka xaraara ku jirta buu kuleeyahay, waa la socota iyo qaraar oo naftu uu ku adag yahay. Sidaa darteed baa salaadii nuur laga dhigay, sabarkina waxaa laga dhigay diyaa baa laga dhigay. Waa dhibka uu la kulmayo qofku dartii, sida la yiri asabru mithlu ismihi murun madaaqatuhu laakin cawaaqibuhu axlaa min alcasali. Sabarku waa sida magaciisa oo kale, ile geed moogta sabir la yiraa jiro oo aada u qaraara jira oo dhulka ka soo baxa. Waxaan u malaynaa in xoogaa laisku daaweeyo. Waa sida magaciisa oo kale, murun madaaqatuhu dhadhankiisu waa qaraar yah, aada buu u qaraar yah, laakiin cawaaqibuhu, laakiin cirib dambeedkiisu axlaa min alcasali, malabka waa uu ka macaan yahay.